ازيكم؟ ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هعمل لكم الكنافه النابلسيه، ناس كتيره جدا طلبتها مني، والنهارده هعملكم بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي جبنه موزاريلا في الفريزر بقالها فتره عندنا، فانا قلت استعملها بقى، وعندي كنافه برده جايباها من كام يوم. فالنهارده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشمر كده ايدينا ورجلينا ونخش على المطبخ ونبتدي نعمل الكنافه النابلسيه بطريقه سهله جدا وبسيطه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونطلع الكنافه من الفريزر ونبتدي نشتغل. هنعمل بس اللافا دي ونشتغل على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الشربات عملت اهو، خد غلوتين تلاته كده، روحت طافيه عليه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اهو عامل زي بتاع الجلاش. تمام. ودي الجبنه الموتزاريلا، طبعا المفروض تعمل بالجبنه العكاوي، بس انا للاسف ما عنديش جبنه عكاوي، بس الموتزاريلا دي هعملها بقى، لان الجبنه دي دلع جدا 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 من غير ملح خالص، فعشان كده انا هعمل بيها. وعندي كنافه اهي اهي، طلعها من الفريزر عشان تبقى سهله ان انا افتفتها. تمام، لازم تبقى ناعمه جدا. وادي السمنه، طبعا المفروض يتحط عليها حبه سكر بودره عشان خاطر تستوي بسرعه، انا ما عنديش، بس مش مشكله هنسويها بسرعه برضو. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتفت الكنافه، ولو عندي الكبه حطيها فيها مفيش اي مشكله خالص. وهي حبايبي بصوا، طلعها من الفريزر، بص سهله ازاي عشان في الفريزر، لكن لو ما كانتش في الفريزر هتاخد معانا وقت اهي. بصوا بسرعه كده تبقى ناعمه، يا بقى لو عندك كبه تاخدها كده ضربه في الكبه بتبقى ناعمه جدا جدا جدا، ناعمه وقويه وكلها حنيه. شايفين المروحه بس بتطيرها، بس مش مشكله عادي. فتفيت كده اهو، فتفيت فتفيت فتفيت، متاخدش وقت بسرعه. فروكي كده اهو، عامله ازاي بودره زي البودره اهي. دي عشان في الفريزر سهله التكسير، لكن لما بتكون صبحه هتضايقك انت، هتاخد وقت في التقطيع مش تبقى حلوه. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده فتفتها كلها، بقت تراب اهي وناعمه، بصوا زي التراب ناعمه جدا جدا جدا. تمام، هنمسحها مش مشكله بعد كده. تمام، شايفين صينيه بقى عندكم. بصوا يا جماعه البسبوسه والكنافه الافضل الصواني اللي هي حرف واطي دي، بس ما عندكوش مش مشكله خالص. ده حته سمنه اهو، وتدلعي شويه يا حته جبنه طريه، وندهن السمنه كده كويس. ادي الكنافه بسم الله. تمام كده، حلو كده، حلو الكلام كده اهو. الصلاه على حضره جمال النبي اهو. نخلي حبه صغيرين بس من الوش، مش هنحط كتير على الوش اهو. نجيب بقى صينيه اصغر من دي ونضغط جامد، او بغطا حله او بطبق نضغط جامد جدا جدا لغايه ما نخلي الكنافه كلها متساويه. عايزينها كلها سوا واحد، مش عايزينها طالعه ونازله ويكون فيها مطبات، واي فتفيت فيها زي دي كده خشنه نفتفتها كده عادي جدا اهو. حبايبي اهو ضغطت عليها كويس قوي. نجيب بقى الجبنه بسم الله اهي. تمام كده، الجبنه دي دلعه حلوه قوي، مش هتاخد معانا وقت، مش هتبقى مالحه، لكن العكاوي طبعا لا يقلى عليها، بس احنا ما عندناش، هذا اللي ما عندهوش ما ياكلش، لا ناكل طبعا اهو. الجبنه كده خلاص، طبعا لما تكون الجبنه مبشوره ما بتبقاش عاليه زي الهرم كده. نرش كده اهو، ده نص كيلو كنافه. تمام، حلو قوي كده،
نغطيها بقى كويس كده من فوق اهو كده تمام قوي اهو. حطي بقى السمنه، مش مشكله حتى لو مش سايحه، سخونيه الفرن هتسيح اهو، ما هي عادل نص كوبايه تمام. هي كده كده كلها هتسيح وهتنزل فوق الكنافه عادي يعني، مش هيجرى حاجه. حد هيقول لي ليه يا صدفه ما قلبتيش الكنافه في السمنه؟ هقول لكم لما بتقلبوا الكنافه في السمنه بتبقى طريه، لما بتيجي تضغطي عليها بتلزق في بعضها، هتبقى محجره معاكي في الصينيه. كذا حد بيعملها مثلا كده، بتحجر معاك في الصينيه. احنا عايزين ناكل كنافه مقرمشه وطريه في نفس الوقت، اللي هو ازاي هقول لك بدوي. حط السمنه كده اهو، كتير مش كتير ولا حاجه، بس هي هتخش بقى تسيح الفرن دلوقتي كله هيخش في بعضه، وهتبقى بالصلاه على النبي زي الفل. بس كفايه كده ندخلها الفرن بقى على درجه حراره 180، هتاخد بالظبط تلت ساعه. اول ما تبتدي تتحمر من الجناب نحمر الوش على وش خاطر ما تقعدش كتير في الفرن وقت وتطلع معاكوا ناشفه. ندخلها بقى الفرن ونرجع لكم اول ما تتحمر، نوريها لكم برده قبل ما نشغل الشوايه وتحط على الشبكه مش على الصاجه. بصوا حبايبي اهي احمرت من الجناب، نبتدي بقى نحمر وشها وبعد كده نطلعها. خلاص يا جماعه، بعد ما طلعت شلت صينيه الكنافه من الفرن وبحطها على البوتاجاز النسيده، بصوا اللي هتوقع مني في الارض، بصوا تحت الحوض، بصوا اتفتفتت 20 فتفوطه منها حلوه، من نصيب فيها بقى خلاص. بصوا اهي تحت الحوض خلاص مفيش نصيب. بصوا الجبنه كلها وقعت على البوتاجاز، شكرا ليك يا مصر. بصوا الجبنه كانت بتشد وحلوه، ما كان كلناها وجرالنا حاجه. يلا الحمد لله، شكرا ليك يا مصر. يا جماعه بعد ما تطلعوها ادوها الشربات بتاعها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، حلوه الحمد لله. الحمد لله يا جماعه، الكنافه اخرها عصيرها هي يا جماعه، لمتها في كرتونه عشان احطها في قلب الزباله وبس. قدروا لطها في الحمد لله انها جت على قد كده. وشكرا ليكم كلكم كلكم كلكم. والناس طبعا انا عارفه ان فعلا الناس كده تخش تقول لي احسن وتشمت، عادي على فكره ما بخافش. وعادي انا في كده اتلسعت في ايد لسعه كبيره، بس صغننه اهي، بصوا صغننه هي فين، بصوا صغننه اهي، عادي يعني الحمد لله انها جت على قد كده. بس برضو نرجع نقول برضو كله مكتوب، وفي ده بنتي وفي ضمي وفي دهنا كلنا. يا جماعه زي ما انتم شفتوا الحمد لله انها جت على قد كده، يعني انا كنت لو كانت وقعت كلها على صدفه بنتي كانت قاعده في الارض بتلعب هنا جنبي. يعني الحمد لله دخلتها نيمتها وقلت اعمل صينيه الكنافه، الحمد لله انها جت على قد كده. عايزه اقول لكم هميه الكنافه شكلها حلو، والحمد لله يعني الحمد لله ان ربنا فادنا بالصينيه بدل ما كنت اتحرق او بنتي يحصل لها حاجه. الحمد لله دي حاجه. ياسمين بتسالني نجيب شوكه وناكل من تحت الحوض هنا ولا نعمل ايه؟ هيا ياسمين تعالي خديك لحسه من تحت الحوض. عايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي حصلت لي اليومين اللي فاتوا دول، بس ده الحمد لله بقول قدر ولطف. بنتي كانت بتلعب جوه السلم الكبير، اللي هو السلم ده اللي كنت واقفه عليه لما كنت بنضف الاوضه، السلم الخشب ده وقع على دماغ صدفه، دماغها عدت من الناحيتين بتوع السلم، يعني لو كانت بينها وبين الحديده تنزل على دماغها حته قد كده بالظبط. الحمد لله قدر ولطف والحمد لله. دي برضو انا بشكر ربنا وبحمد ربنا عليها، ان ربنا بيفاديني بحاجات انا وبنتي وامي وعيلتنا كلها، الحمد لله بتيجي على قد كده، وبتيجي في فلوس ولا في حاجه احنا عاملينها ولا اي حاجه. وبس، وشكرا طبعا لكل الناس اللي بتدعي لنا من قلبها ودعوه حلوه كده، وشكرا لكم كلكم كلكم يا جماعه. والحمد لله لما حاجه منكم تبوظ او حاجه يحصل لها حاجه ما تزعلوش، قولوا الحمد لله، ومحدش يعتبرها عين او حسد، لا 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 خالص، بتحصل كتير جدا. حتى الناس اللي احنا ما كناش بنصور قبل ما نفتح القناه كانت حاجه ممكن تبوظ مني، حاجه ممكن تتكسر، حاجه ممكن تتعمل. ويوم ما كنت بعمل لسان عصفور والطبق الشوربه طق مني، ده ما كانش بقول عين للمتابعين، بتكلم على كان في ناس هنا بتقول لي هو انت عامل 3 انواع شوربه ليه؟ كانت واحده جارتني بتقول لي انت عامله الشوربه دي كلها يا عم 3 حلل ليه؟ اعملي حله واحده بس كل يوم نوع. فهي مش رح طبق طق، فانا لما قلت عين وعين طبق فعين فلقت الطبق، ده ما كانش المتابعين، المتابعين مش شايفيني، ده مش بس مباشر، ده كان فيديو مسجل، فاكيد المتابعين مش هم اللي حسدوا طبق الشوربه. والكنافه دي ما لناش نصيبنا كلها عادي يعني، ما جراش اي حاجه خالص.
بس يا جماعة السلام عليكم، وربنا ما يجيبكوش حاجة وحشة أبدا، والسلام عليكم.